السلام عليكم ورحمة الله. عندك تعطيل زواج، عمل، دراسة، تعطيل عام، يئست، لم تترك أي راقي، إلزم هذه الطريقة، إلزم الاستغفار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الاستغفار يفتح الأقفال. إذا لزمت الاستغفار تفتح أقفال التعطيل، أقفال السحر، أقفال العين، أقفال الحسد، كل الأقفال بإذن الله، لكن تلزم الاستغفار. ما معنى أن تلزم الاستغفار؟ يصير الاستغفار ويصير لسانك رطب بالاستغفار ليل نهار مع حضور القلب. هذا هو الذي يفقده كثير من الناس. هناك من يستغفر ويستعجل، هناك من يستغفر وقلبه غافل، بل تستغفر ويحضر قلبك. قال الله سبحانه وتعالى: قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.